دكتور رشيد السيافة عضوا، دكتور رشيد مياد عضوا، الدكتور عبد النور خليفة عضوا، الأستاذ كريم يحيى عضوا، الأستاذ عبد الله نادور عضوا. وقد أقرت اللجنة التوصيات التالية: الإشادة بالجهود الحميدة التي تبذلها مؤسسات الدولة على غرار الدوائر المختصة من الجيش وأجهزة الأمن لتصدي للجريمة الرقمية والهجمات السيبرانية، العمل على الرصد المبكر للتهديدات السيبرانية باستخدام المزايا المتطورة للذكاء الاصطناعي، تشجيع مؤسسات الدولة على تطوير أنظمة تحليل البيانات في الفضاء الرقمي للكشف عن الأنشطة المشبوهة والتهديدات المحتملة، إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يلحق برئاسة الجمهورية، تعزيز الحوكمة الرقمية من خلال تبني معايير وسياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وفعالة، تعزيز الوعي العام بأهمية الأمن السيبراني بإشراك كل وسائل الإعلام، تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع البحث والتطوير بإشراك المؤسسات الجامعية البحثية المتخصصة، الاعتماد على العقول الجزائرية خصوصا في تصميم وتطوير أنظمة الحماية الرقمية لتفادي الاختراقات الأجنبية، تشجيع الاستثمار في الحقل الإعلام الرقمي بإنشاء مؤسسات ناشئة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الشروط في جهد وطني لتوطين التكنولوجيا وخلق مفهوم المواطنة الرقمية، طبعا أعمال الندوة المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السيادة الرقمية في الجزائر ومواجهة الحروب السيبرانية وتوزيعها على الإدارات والمؤسسات لتكون إطارا توجيهيا في جهودها ضد الهجمات السيبرانية، وفي الأخير بناء برنامج لتعزيز اليقظة الإعلامية داخل مؤسسات الدولة، دعوة الصحافة الوطنية والإعلام الإلكتروني للانخراط في حملة وطنية لإنتاج مضمون إعلامي وطني هادف إلى محاربة الدعاية المغرضة والأخبار المغلوطة وخطاب اليأس، تشبيك التعاون بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية في إطار مشروع التربية الاتصالية في المجتمع، تكوين الأطراف الأخيرة في مجال الإعلام بما يتماشى والحروب الإلكترونية والسيادة الرقمية. وفي الأخير تتوجه لجنة الصياغة بالشكر الخاص إلى السيد والي ولاية الجلفة الراعي الرسمي للندوة وكل الإدارات والمؤسسات التي حمت على عاتقها نجاح هذه الندوة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إعجابنا إذا احتجت لأي مساعدة إضافية ومعلومات أخرى أنا هنا للمساعدة بالتوفيق للناس يحسوا باللي الشعب اللي تعامل الجوجل انترنا فرق كيفاش ندير ان ارتيك بالتشات جي بي تي، كيفاش ندير ان فيلم بالتشات جي بي تي، كيفاش نحكم ان فيلم اون فيديو ونقول له اعطي لي ملخص في خمس ورقات يعطيها لي أو 4 مليار دولار خلال الشهر باش الابليكاسيون باش يكونترولي المعلومات. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.